أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الملخص المفيد في عالم الأعمال. في هذه الحلقة سنطلع على النقاط الرئيسية التي لها علاقة بتجهيز خطة مبيعات Sales Plan. أولا، من هم العملاء الجدد الذين تستهدفهم؟ ثانيا، ما نسبة التحويل القابلة للتحقيق Conversion Rate؟ ثالثا، ما مستوى تكرار العمل الذي يمكنك أن تتوقعه؟ ضع الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى، اجعل الأهداف محددة وممكنة القياس وطموحة، قسم الأهداف إلى أفعال، قسم عملك استنادا إلى الموقع الجغرافي لشرائح العملاء أو الحسابات أو القطاعات، رتب العملاء المحتملين حسب الأولويات، خصص الموارد حسب الأولوية، صغ خطة عمل وفق أيام التقويم لا أيام العمل. ألقاكم في حلقة جديدة من حلقات الملخص المفيد في عالم الأعمال. أحمد صابر.